عموما كليات الفنون الجميلة، الجميلة. كليات الفنون الجميلة والتطبيقية. أيوة حقيقة هي كلية عريقة، و بيرجع تاريخ النشأة بتاعتها ل 1946، زمن يمكن يكون من أقدم الكليات. كلية الفنون تم إنشاءها في معهد في تابع كليات لجامعة السودان، تابع لجامعة السودان، السودان. لكن تم كان إنشاء اسمه معهد أيوة أيوة السودان هي كليات التكنولوجيا، كانت المعهد الفني، كان اسمه المعهد الفني، لكن هي تم إنشاءها في كلية غردونة التذكارية. أيوة بدرس الدور أيوة 1946 و 1951 اتنقلت للمعهد الفني أو أيوة كانت مدرسة أيوة أيوة مستر جريلو في 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 المعهد الفني كان اسمه قسم الفنون. أيوة وفي 1971 اتنقلت بقت المعهد الفني تحول لمعهد الكليات التكنولوجية، وبعد ذاك اسمت كلية الفنون الجميلة والتطبيقية في سنة 1971. من أول خريج فيها لو تتذكر؟ خريجين القدامى. أيوة الرعيل الأول في إبراهيم الصلاحي وعثمان وقيع الله وعبد الله محي الدين الجنيد وأحمد شبرين أحمد شبرين أيوة. فديل الرعيل الأول كان في الكلية، يعتبر الدفعة الأولى ولا الدفعة الأولى، تخرجوا 1951. دخلوها نفس الكلية.